جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أحب فلانا في الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، يعني مصلحة؟ قال: أبدا، والله لا أحبه إلا في الله. قال: هل لا أعلمته؟ قال: أعلمه؟ قال: نعم، حتى يفرح بهذا الأمر. فجاءه فقال له: إني أحبك في الله. فرد عليه الرجل: أحبك الله الذي أحببتني فيه. وإذاك يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة، يقول: أين المتحابون فيه؟ المتحابون بجلال الله، المتحابون في الله تبارك وتعالى. يقول: اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. تصور أنت تنادى من بد الناس: تعال، أنت كنت تحب فلانا في، تعال، أنت كنت تحب فلانا في، تعال. ثم يجمعكم الله سبحانه وتعالى تحت ظل عرشه في ذلك اليوم الذي لا ظل فيه إلا ظله سبحانه وتعالى. من منا لا يتمنى هذا؟ وقد جاء في الحديث الصحيح، صحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. اجتمع في هذه الدنيا على المحبة في الله، تفرق، مات هذا أو مات هذا، وهما ما زالان يحب بعضهما الآخر في الله، يحب أحدهما الآخر في الله، يجمعهم الله تبارك وتعالى ويقول: أظلكما اليوم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. اجتمع في هذه الدنيا على المحبة في الله، وتفرق كذلك على المحبة في الله سبحانه وتعالى. بل يقول الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في. تصور، الله يحبك إذا أحببت شخصا فيه سبحانه. وجبت، أمر أوجبه الله على نفسه تكرما وتفضلا سبحانه وتعالى. وجبت محبتي للمتحابين في. ورجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، مثلنا نحن الآن، نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، نحب الأنبياء، نحب الصالحين، نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما نلحق بهم ما عندنا من الأعمال ما ندرك بها منزلتهم. قال: رجل، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، أي لما يلحق بهم بالعمل، بالطاعة، بالصلاة. هناك من الناس من يجتهد في هذا، يعني طاووس بن كيسان كمثال رحمه الله ورضي عنه، كان يصلي الليل حتى يتعب وتعجز قدماه عن حمله، فكان يضرب فخذه بيده يصبرها ويقول: اثبتي، أيظن أصحاب محمد أن يحوزوه دوننا؟ والله لننازعنهم عليه. يعني سنعمل من الطاعات والقربات الأمور التي تقربنا إلى الله حتى نكون قرب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لكن ليس كل الناس عندهم هذه الهمة وعندهم هذا الجهاد للنفس. فهذا رجل أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، أي بأعماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو مع من أحب. يرفع الله الدرجة بالمحبة سبحانه وتعالى. قال: هو مع من أحب. يقول أنس: والله ما فرحنا بحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرحنا بهذا الحديث، لأنهم يعلمون علم اليقين مهما اجتهدوا في العبادة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاهدوا وبذلوا من قبل الفتح
ووعدهم الله الجنة وغير ذلك من الأمور، وتشرفوا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يعلمون علم اليقين أن عملهم وجهادهم وبذلهم لن يوصلهم إلى منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. فمجرد أن سمعوا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب أو أنت مع من أحببت، يقول أنس ففرحنا به فرحا ما فرحنا مثله أبدا رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه القضية قضية المحبة في الله تبارك وتعالى، سواء محبة النبي صلى الله عليه وسلم أو محبة أصحابه أو محبة صحيح أو محبة بعضنا لبعض، كل هذه ترفع من درجاتنا وتكون فعلا أخوة في الله تبارك وتعالى، فنكون فعلا كما قال الله تبارك وتعالى، يعني إن كما قال الله سبحانه وتعالى وألف بين قلوبه، الله تبارك لما ألف بين القلوب سبحانه وتعالى وجعلنا بنعمته إخوانا سبحانه وتعالى، هذا فضل من الله جل وعلا. لذلك يجب علينا أن ننتهز هذه الفرص أن لا تضيع علينا، وأن نكون فعلا كما قال الله تبارك إنما المؤمنون إخوة، أن نكون إخوة كذلك بمثل هذه الأمور التي ذكرت بعضها وإن كان غيرها كثير مما يقرب القلوب ويجعلنا أخوة في الله تبارك وتعالى. طبعا كل ما ذكرت من الأحاديث أو الآيات ليست خاصة بالرجال، الرجال والنساء في هذا سواء، حتى النساء تحب المرأة أختها في الله تبارك وتعالى فترتفع عند الله تبارك وتعالى درجة بل درجات إذا فعلت ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على الإيمان وأن يجعلنا إخوة في الله تبارك وتعالى متحابين فيه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.